السلام عليكم. حنبدأ أول مهمة لنا في البوابة اللي هي طريقة الدخول للبوابة. لما ندخل للبوابة عندي 3 طرق للبوابة. أول طريقة إن نكون حافظ الرابط وندير له ننسخه ونلصقه في البحث ونبحث فيه. ثاني طريقة اللي هو الرابط اللي عطيته الكم، تضغط عليه الرابط، تضغط عليه يوصلك يفتح معك الصفحة. ثالث طريقة اللي هي تكتب في البحث البوابة الليبية للتعليم الإلكتروني، تمام، وتدير بحث، حيطلع معاك صفحة، أول صفحة اللي هي للبوابة، رابط البوابة، تضغط عليه تفتح معاك الصفحة هذه، تضغط على دخول للبوابة، حتفتح معاي الصفحة هذه. تكتب هنا اسم المستخدم اللي هو الرقم الوطني، كلمة المرور 1 2 3، ندير دخول. حتفتح معي الصفحة امتعي، هذه هي الصفحة امتعي، هذه أول خطوة لنا اللي هي طريقة الدخول للبوابة. يبقى عندنا 3 طرق للدخول للبوابة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.